يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من الشباب المستقيم ولله الحمد، وأغلبنا طلبة للعلم، وقد وضعنا مخيما نجتمع فيه يومي الخميس والجمعة، وتركناه أو جعلناه مخيما دعويا نستدعي فيه بعض المشائخ ليلقوا كلمات وعظية. والسؤال أننا قد وضعنا دوريا لكرة القدم لجمع الشباب، ومن ثم توزيع أشرطة عليهم، هل الدوري هذا الذي في كرة القدم جائز مع العلم بأن الجوائز من عندنا؟ والله أنا ما أشجع على المخيمات هذه والتجمعات، إذا كان عندكم رغبة في طلب العلم والاجتماع في المسجد، عندكم المساجد ولله الحمد اجتمعوا فيها واطلبوا العلم فيها، ولا حاجة إلى هالأمور وهالنفقات. المساجد ما تبي لكم نفقة ولا شيء، تصلون وتطلبون العلم، واللي تريدون من المشايخ يجي لكم ويلقي درس أو محاضرة في المسجد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كيف تتركون المساجد تجعلون مخيمات؟ هذا لا أشجع عليه ولا أرضاه. نعم.